في جانب جدا مهم اللي هو حاليا نحن تم التوقيع عليه، وهو الشراكه الاستراتيجيه مع الورد تريد سنتر. طبعا الورد تريد سنتر هو غني عن التعريف فيما يتعلق بتقديم الخدمات التموينيه التراثيه المتميزه. القدره على تقديم أرقى خدمات الضيافة لأكثر من 3 مليون زائر سنوياً. وكم تقريباً حصة هذه الشركة الجديدة؟ طلبات كثيرة فيما يتعلق تلبيتها بالمستوى